يقول عندي قطعتين ارض بقيمة 300,000 جنيه، هل عليهما زكاة؟ وهل يجوز اخراج الزكاة للاقربين من الناس وهم في حاجة للزكاة؟ اذا كانت الاراضي هذه للتجارة تنويها للبيع تم عليها حول ففيها الزكاة لانها عروض تجارة. ما اذا كانت هذه الاراضي ليست للبيع انما هي للسكنة او للبناء، تبي تبني عليها مساكن او تبني عليها بنايات للتأجير والاستثمار، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سلع بيع. نعم. يقول بالنسبة لقضاء، وأما أنك تدفع الزكاة لأقاربك الفقراء هذا شيء طيب، الصدقة على القريب المحتاج صدقة، صدقة وصلة، فيها أجر الصدقة وفيها أجر الصلة. نعم.